الفن ده منذ أن كان عمري 5 سنوات، ورغم أن أنا نشأت يعني في مجتمع هو يرفض مجموعة الفنون دي، يعني أنا دايما أقول أن مجموعة الفنون كلها محتقرة من المجتمع الإنساني، فإزاي تبقى ابن فلان الفلاني وتروح تمثل أو تروح ترقص أو تروح تغني أو تروح تشتغل في الصحافة حتى ولا تشتغل بالأدب، كل الأعمال دي محتقرة. ولكن أنا لما حبيت الفن ده حبيته من خلال مجموعات الغجر اللي كانت تتجول في القرى عشان تعرض فنونها، وكنت معجب بيهم جدا لأنهم كانوا بيجوا قدام البيت ويرقصوا ويغنوا فنمشي وراهم. فجدي لأبي كان فلاحا وقاضيا عرفيا، وكان يعني يحتقر الموضوع ده، يعني يقول لهم ادوهم غلة ومشوهم من هنا، يعني شوية قمح شوية أي حاجة ويمشوا، إنما محمود الصغير يمشي وراهم وأنا عندي سنة، ما كانش بيحب الحكاية دي، يعني يغضب إن أنا أمشي وراه. وكان لي جد آخر هو خال أبي، كان يأوي هؤلاء الغجر عنده في رحبة واسعة جدا ويطعمهم وكل يوم بقى يعملوا عنده بالليل سامر في الرحبة دي، فأنا أفضل قاعد جنب جدي عبد الهادي لغاية لما نام وأنا بتفرج على هؤلاء. والجد الاخر اللي هو محمود حميده اللي انا متسمي على اسمه، فين محمود؟ يقول شوفوه اجري شوفوه عند تلاقيه مرمي عند عبد الهادي، جات القرف هو وعبد الهادي، ويجيبوني وانا نايم يدخلوني البيت. بعدين لما صار عمري 5 سنوات قررت ان انا اعمل مسرح بقى وامثل. همثل ازاي؟ اجيب ابناء الفلاحين قرايبي، وبنيت مصطبه كده من التراب، بعدين جبت نخل حطيت في الاركان الاربعه وعرشتها بجريد وسحب النخل، واصبح مسرح. خليت العيال دول يمثلوا بالعافيه، وجبت اهاليهم يتفرجوا عليهم بالعافيه، يعني ضد رغبتهم. ولكن هذا الفعل الذي استمر سنوات فيما بعد لم يغب عن ذهن اي منا والى اليوم، يعني الفعل المسرحي اللي هو احنا بنشتغل فيه ممثلين ونؤدي ادوار غير شخصياتنا فضل عالق في الاذهان. وفي واحد من اقراني كان هو رحمه الله عليه بقى، هو مات من سنتين، كان وكيل الجامع الازهر، فلما طلع على المعاش جه قعد في القريه، فانا متعود اروح كل اسبوع القريه بتاعتهم يوم الجمعة يعني اقعد هناك في الديوان وبتاع. فجاء الشيخ حداد يزورني، ازيك يا استاذ محمود؟ قلت له الحمد لله كويس، بارك يا شيخ حداد. قال يا سلام، فاكر لما كنا هنا زمان انت جبت لنا في الحتة دي وعملت مسرح وكنا بنيجي ونغني ونعمل ونسوي؟ وقعد يتكلم ساعة عن المسرح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.